السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية. النهاردة احنا بنستكمل اللي بدأناه في الكام حلقة اللي فاتوا، واحنا بنتكلم عن المشروع الضخم لصناعة التقاوي، لأن صناعة التقاوي دي مش محصول واحد. المعني بالمحاصيل مهتم بصناعة التقاوي المحاصيل، والمعني بالخضر مهتم بصناعة الخضر، والفاكهة طبعا ليها علماء. في مؤتمرات أو ثورة علمية من خلال المؤتمرات، وكانت على زوم نت يعني، عشان تجمع أكبر قدر من المشتغلين بتكنولوجيا صناعة التقاوي. وكان من ضمن المؤتمرات ديت مؤتمر حديث جدا تقريبا لغاية النهاردة، ممتد لغاية اليوم، اسمه المؤتمر واقع ومستقبل صناعة التقاوي في الوطن العربي. هيكون معانا النهاردة باحث من ضمن الباحثين اللي ألقوا محاضرة قيمة عن في هذا المؤتمر، وبرضو هيدلوا بدلوا العلمي ونشوف اللي وصل في المؤتمر دوت. هيكون معانا الدكتور محمد طه زلمة، باحث أول بقسم بحوث تكنولوجيا البذور مع بحوث المحاصيل الحقلية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك كنت أحد الباحثين اللي ألقوا محاضرة في المؤتمر العظيم ده. فضل. من مجموعة من الباحثين الكثيرين في جميع الدول العربية. عايزين النهاردة نعرف يعني أنت في قسم محاصيل. فضل. فمهتم بتكنولوجيا أو تطوير تقاوي المحاصيل. تعال كلمنا أولا عن المؤتمر، وإزاي فكرة المؤتمر ده، وليه اتعملت، وهل هو امتداد لوزارة الزراعة، ولا مؤتمر بيلم كل المشتغلين بصناعة التقاوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المؤتمر العلمي الدولي المتخصص واقع ومستقبل صناعة التقاوي في الوطن العربي إلى أين؟ تم تنظيم المؤتمر وفعاليات المؤتمر بالتعاون مع جمعية صيانة الموارد الوراثية بالعراق ومنظمة النخلة البيئية. تم توجيه الدعوة للعديد من كليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية في الوطن العربي والهيئات الزراعية والقطاع الخاص. تم عقد جلسات المؤتمر افتراضيا عبر برنامج الفري كونفرنس كول، بهدف التعرف على أحدث النظريات والتطبيقات والأبحاث العلمية في مجال إكسار وإنتاج التقاوي، واستخدام برامج التربية في تحسين واستنباط الأصناف المعدلة حديثة. شملت محاور المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بإنتاج وصناعة التقاوي، كتقاوي المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، تقاوي محاصيل الخضر والفاكهة والزينة، إنتاج تقاوي الأصناف وإكسارها والمحافظة عليها، درجات التقاوي، تقييم الأصناف النباتية وتسجيلها، التطبيقات الحديثة في مجال التقاوي، تربية النباتات في المحاصيل الحقلية والزينة والخضر والفاكهة، تربية النباتات لتحمل عوامل الإجهاد البيئي والتغيرات المناخية، الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. جميل جدا. حضرتك دلوقتي بالنسبة ده أهداف المؤتمر. تفضل. حلو قوي. بالنسبة بقى اللي يهمنا ويهم السادة المشاهدين، ايه الإجراءات اللي بتتم عشان تبتدي تقيم البذرة ديت على انها تقاوي جيدة او غير جيدة؟ احنا عارفين مثلا ممكن يبقى في ابحاث شتى كتير قوي تطلع لنا تقاوي محترمة وليها حقول إرشادية واثبت من خلال تجارب جودتها، انما بعد ما بنجربها او بيجربها المزارعين بيلاقوا فيها بعض المشاكل. هل في متابعة بعد البيع، يعني بعد بيع التقاوي دي، متابعة لغاية لما نقول ان دي شهادة معتمدة؟ لان انا هنا انت كاتب لي حاجة ان في تقاوي مسجلة وبعدين تقاوي معتمدة، انا عايز اعرف الفرق بينهم يعني. هو خليني ابدأ من الاول. ده بيسمى برنامج انتاج واكثار التقاوي. اولا، مربي النبات الاصلي هو بيهدف الى استنباط صنف محسن وراثيا. الصنف ده لابد ان هو يكون بيتمتع بصفات جودة وراثية جينية، جودة تحليلية، ان هو يضيف قيمة اكبر عن اصناف المحصول المنزرع من ناحية زيادة نسبة الانتاج، او ان هو يكون مقاوم للامراض والافات،
ان هو يكون موفر في مدخلات الانتاج الزراعي، ان البذور بتاعته ممكن تكون جيده عن الصنف المنزرع، او ان هو بيجري تربيته لصفه معينه. لا ده جميل قوي. انا عايز اعرف فين حضرتك كاتب نواه البذور، بذور اوليه جاي لحضرتك، بذور مربي. أيوه. انا بس باختصار يعني. ماشي. ايه الفرق بينهم؟ ده الهدف. بندخل بعد كده على حضرتك بتتكلم دلوقتي في مراحل اكسار التقاوي. قلنا اول حاجه اللي دي بذره المربي. المربي بيكون عنده السلالات الاصليه اللي هي بنسميها نواه البذور، اللي هو بيتم اجراء التهجينات بين سلاله، بين سلالتين في حاله انتاج الهجن، او السلاله الذاتيه او السلاله في حاله المحاصيل ذاتيه التلقيح، بتبقى دي نواه البذور اللي هي بيتولد منها بعد ذلك بذره المربي. بذره المربي يعني دي البذره الاولانيه اللي انتوا بتطلعوها. البذره الاولانيه هي بذره المربي، وهي حق اصيل للمربي، لمربي النبات. وهو في مصر هنا بيبقى مثلا اللي هي تبع المعاهد، معهد بحوث المحاصيل الحقليه. بيستخرج عليها ازاي؟ يعني عايزين برضو علميا نفيد الناس، حتى لو هم مش هيستفيدوا بيها، لكن في باحثين. ما هي بذره المربي هي بتكون يا اما بذره اوليه من السلالات اللي هي بتكون جيده في صفات يعني الجودة. اصليه اصليه لازم تكون فيها درجه نقاء وراثي، الصفات اللي فيها سائده بالظبط. صفات لازم يكون درجات النقاء الوراثي والمادي فيها نقيه بنسبه 100%. جميله. طب بذره المربي، بذره المربي اللي بيتم انتاجها من البذره الاوليه زي ما قلنا، نسبه نقائها الوراثي والمادي لازم تكون نقيه بنسبه 100%. وبيتم انتاجها تحت اشراف صارم من مربي النبات الاصلي المتمثل في اقسام بحوث المحاصيل الحقليه او الجهات المعنيه بانتاج التقاوي. طيب ده بذره المربي، يعني بزرة حاجه هجين من البذره الاولانيه. بالظبط كده، هي النواه. هي السلاله للبذره الاوليه. طب ما هنا برضو يقول لك ايه بذره الاساس. طب ما هي لا، ما احنا خلينا اجي لحضرتك، احنا قلنا دلوقتي درجات الاكثار. خلينا نتفق ان درجه بذره المربي هي دي بذره وبيتم اعتمادها. لا هي عندك هنا موجوده اهيت على الشاشه. لا مش دي اختبارات. طب دي بيختار. طب ماشي، نكمل البذور الاساسيه. ايه بذره الاساس؟ بذره الاساس هي المرحله الاولى او النواه الاولى من بذره المربي، هي الناتجه من اكسار بذره المربي. ولابد ان تتمتع ايضا بنسبه نقاء مادي ونسبه نقاء وراثي بنسبه 100%، وبيتم انتاجها بواسطه الاقسام المعنيه باصدار الصنف، سواء كانت جامعه زراعيه او مراكز بحوث او اقسام، هي الجهه اللي بتنتج بذره الاساس. طب في هنا بذور مسجله، انت رحت سجلتها مثلا في الوزاره؟ لا، البذره المسجله هي الدرجه الثالثه بعد بذره المربي. هي يعني دي مسجله ليه؟ ده ريجستريت، يعني انت رحت سجلتها في الوزاره. مش انا اللي سجلتها، هي دي لحد الان دي بذره لا يتم اطلاقها او تداولها بين المزارعين. لحد دلوقتي من اول بذره المربي، بذره الاساس، البذره المسجله، كل هذه البذور او درجات اكسار هذه البذور بتتم. ليه سميتوها مسجله يا فندم؟ هم اتسجلت هو سجل اتسجلت في وزاره الزراعه، اتسجلت في لا الاداره المركزيه للتقاوي، لانتاج وفحص واعتماد التقاوي، هي جهه المسؤوله عن درجات اكسار التقاوي. او يعني اتسجلت هناك؟ هي مسجله بالفعل في الاقسام والمعاهد، وهي بتاخد مثلا بطاقه لونها رمادي، يعني كل درجه من درجات اكسار البذور بيبقى لها لون. بذره المربي بتاخذ اللون، البطاقه بتاعتها ابيض، بعد كده البذره المسجله بتاخد لون رمادي. هنيجي بعد كده للبذره اللي هي المعتمده، ودي البذره اللي بيتم انتاجها سواء من بذره الاساس او بذره مسجله او بذره معتمده درجه اولى في مصر. معتمده من مين؟ معتمده من الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي في مصر، وهي جهه مستقله. لان علشان طب ما هي مسجله هناك يا فندم، الاسامي دي برضو تلخبط. هي يعني بذور مسجله، يعني بذره مسجله. البذره المسجله دي يستطيع مربي النبات او الاصلي او الجهه اللي هي بتقوم بانتاج الصنف ان هي تعطي للمزارعين المتعاقدين الحق في انتاج البذره المسجله، ولكن هو تم الغائها في مصر. يعني دي ملغيه نسطب عليها؟ الغائها. ما انا كنت عايز ابتدي مع حضرتك ان هو في نظامين متابعين لإكسار درجات التقاوي. في نظام اسمه النظام الأوروبي وهو المتبع في مصر، وفي نظام النظام الأمريكي، وكل نظام فيه درجات معينة من إكسار التقاوي. لو قلنا النظام الأوروبي هو في درجة بذرة المربي، بذرة الأساس، البذرة المسجلة،
البذرة المعتمدة، ويمكن زيادة درجات البذور المعتمدة إلى درجة إلى بذرة معتمدة درجة أعلى. النظام الأمريكي في بذرة ما قبل الأساس، بذرة الأساس، البذرة المعتمدة درجة أولى، البذرة المعتمدة درجة ثانية، ويمكن زيادة البذور المعتمدة إلى درجة ثالثة. بس حتى لما نيجي نبص هنا نلاقي هنا ريجستريد سيد يعني بذرة مسجلة، هنا سيرتيفايد سيد يعني بذرة واخدة شهادة معتمدة. كل نوع من البذور اكريديتد يعني معتمدة. كل هنا نوع من البذور لما نيجي نخزنها أو مربي النبات أو الجهة الإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوي بتخزنها، لازم بتعطي لكل درجة من درجات إكسار التقاوي لون معين علشان يسهل التمييز ما بين درجات إكسار التقاوي وما يحصلش خلط ما بين درجات إكسار التقاوي. في بعض الأحيان زي مصر ما لجأت مثلا إن هي تحذف درجة البذور المسجلة واعتماد درجة من البذور المعتمدة درجة تانية، من المعلوم أنه كلما زادت درجات الإكسار كلما زادت عدد الأجيال كلما قلت درجات النقاوة. فلما بيتم تخفيض عدد درجات الإكسار بتزيد درجات النقاوة. في البذور المعتمدة نسبة النقاء الوراثي فيها 100%، وقد ينخفض النقاء الجسدي أو المادي إلى 98%. والنقاء المادي أو الجسدي اللي حضرتك سألتني عليه مقصود به اللي هو نقاء الصنف من بذور الأصناف من نفس المحصول، بذور المحاصيل الأخرى، من بذور الأعشاب، من بذور الحشائش الضارة والخبيثة، من بذور الأدغال. طب إيه اللي بيتباع في السوق يا فندم؟ إيه اللي بيتباع؟ اللي بيتم يعني أنا ممكن مثلا أروح أشتري حاجة واحد يقول لي مثلا لن يتم إعطائك إلا البذور المعتمدة المختومة بلون أحمر، وهي هذه الدرجة هي الوحيدة التي يتم اعتمادها وتوزيعها وإن هي تكون قابلة للتداول من قبل المزارعين. إنما الباقي ده للناس اللي هم عايزين ينتجوا بالضبط كده. أن هي ممكن الدولة نظرا لعدم مثلا كفاية المساحة إن هي بتقوم مثلا بإعطاء بذرة مسجلة أو بذرة حق المربي أو بذرة أساس إن هي مع حقول متعاقدة، ولكن في نفس الوقت هي بتقوم بعملية الإشراف الكامل على مراحل الإنتاج وعلى إجراء التفتيش الحقلي وكمان إجراء اختبارات جودة التقاوي قبل إصدار الشهادة المعتمدة بصلاحية الصنف للتداول بين المزارعين. إنما طبعا ممكن أديله بذرة مربي أو بذرة أساس يجرب، إنما لما يحب يسجلها عندي أو ياخد اعتمادها يجي لي برضو كوزارة الزراعة مش كده؟ لا كوزارة مش يعني أنا دلوقتي أنا رحت أنا مربي هو بعمل بحث عايز أخد مثلا بذرة الأساس أبتدي أجربها وأنتج منها بذرة وعايز اعتمدها عندكم بحيث ان انا انزلها السوق، ده اللي بيتم مثلا؟ لا، هو عندنا الجهه الوحيده التي لها الحق في تسجيل الاصناف هنا عندنا مركز البحوث الزراعيه، معهد بحوث المحاصيل الحقليه باقسامه المعتمده، او المعاهد الاخرى سواء كانت خضر او بساتين او فاكهه او ما الى ذلك. ما يفهمني انا خدت بذره اساس من عندك اتفضل وانا كقطاع خاص ورحت ربطها، انت حضرتك بتعمل لها اكثار؟ بعمل لها اكثار وبعد كده بسجلها. ايوه بالظبط كده باسمي. لا ما بتسجلش باسمك انت دلوقتي حقل معتمد من قبل الجهه هي اعطتك تفويض دلوقتي، يعني فرع من فروع مركز البحوث. ايوه هو بشتغل لحسابه يعني. ايوه مربي بالوكاله. مربي بالوكاله. مربي بالوكاله انا بقول لحضرتك دلوقتي خلاص انت خدت بذور معينه عشان تعمل لها عمليه اكسار ده فقط، ولكن الملكيه والحق وكل شيء هو راجع. جميل. هل انا مش ليا حق بيعها بعد كده؟ ما انا مربيها ليه؟ ما هو ماشي ماشي مفيش مشاكل. ما انت حضرتك بعد كده بيتابعك الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي ولا بد انك انت انك تعدي الاختبارات بتاعتها وتحول ان البذور تكون جوده البذور جيده وتاخد شهاده بان البذور قابله للتداول. طب انا بقول كده بقول ان انا خدت بذره اساس او بذره مربي وعملت لها اكسار عندي وبعد كده بتجه للجهاز التقاوي او اسمها الاداره العامه للتقاوي انا عايز اسجل بذور اللي خدتها منكم. مش يسجل، يوزع. اوزع فبتديني اعتماد صح كده؟ ايوه ان دي بذور معتمده بالظبط وانا بصرح لك تصريح وعليها ختم الفحص اداره فحص واعتماد التقاوي. جميل قوي وصل. في بقى في يعني انا قريت حاجه في اللي هي بنك بيجمع البذور او بنك بيجمع الجينات حتى بيقول لك في سفالبارد جلوبال سيد فولت يعني او الدومس داي
فولت قابو يوم القيامة اللي ده. دومز داي يعني عذاب أو يوم العذاب يوم أو يوم القيامة فولت. ليه سموها هذا القاب بيجمع وجامع أصناف كتير قوي من مستوى أنحاء العالم؟ ليه سموه قوب يوم القيامة؟ لأن هو موجود في دولة النرويج على بعد 1300 كيلو من المحيط من القارة القطبية. موجود تحت الأرض بمسافة بعيدة جدا وتحت درجات من انخفاض درجات الحرارة صعبة جدا. فالفكرة في قابو أو مخزن بذور سفالبارد الموجود في النرويج هو حفظ الأصول الوراثية للأنواع النباتية والمواد الوراثية المتنوعة، بهدف كل دولة بتحط كميات من البذور بهدف الحفظ في بنك الجينات وبنك بلك الجينات الوراثية أو في صف أو في صورة بذور. من أول هي تبقى صورة بذور، هيحفظ جينات إزاي؟ لا هتبقى في صورة بذور. أيوه ماشي ماشي، أو أي أعضاء تكاثر، أو أي أعضاء تكاثر. فالهدف منه ان الدول تسابقت على حفظ عينات البذور بتاعتها في هذا المخزن بهدف، طبعا في تغيرات مناخيه كبيره جدا وفي تغيرات على مستوى البيئه وفي فيضانات وفي كوارث وكذا وكذا، فكل بلد بتحاول ان هي تامن المخزون الاستراتيجي بالنسبه للاقارب البريه للنباتات عندها او للاصناف المحسنه اللي هي انتجتها، خايفه عليها من التدهور من الفقدان من اي شيء، من الانقراض، من الانقراض طبعا مش كده او يعني الاندثار او اي حاجه. فهي بتخزن الكميات بتاعتها في ومشتركه منظمه الاغذيه والزراعه العالميه وبتدعم، وفي تقرير سنوي بيصدر عن المنظمه عن اخر التحديثات اللي حصلت في هذا الموضوع. يعني مثلا بالنسبه للحرب الاهليه عندهم 5500 نوع نباتي بمقدار كم عينه عندك مكتوب؟ 4.5 مليون عينه. ده يقدر يشتال 4.5 مليون عينه، هو له القدره على الاحتفاظ ب 4.5 مليون عينه، يقدر ولكن دلوقتي وصل الى 1 مليون عينه بذور من جميع دول العالم، الدول اللي هي تسابقت وحفظت البذور بتاعتها. يعني انا ببعت بذوري لزبالادور دي زبالبارد. ايوه في مثلا طب ليه ما عملهاش هنا فعلا؟ احنا عندنا بنك البذور، احنا عندنا بنك الجينات تبع الوزارة. طبعا طبعا تبع لمركز البحوث الزراعيه عندنا بنك جينات بيتم الاحتفاظ به بالاصول الوراثيه والنباتيه لجميع المحاصيل وجميع الصفات الوراثيه اللي عندنا. لا محفوظ عندنا بنك جينات وبنك قوي جدا، ويوجد حوالين العالم اكثر من 1000 بنك للجينات. انا حبيت ان انا اتكلم عن قابو سفالبارد لانه هو له تجربه مميزه جدا، نال عنها جائزة جريجور مندل للتميز في عام 2015. المركز الدولي للمناطق الجافة وشبه الجافة المسمى بإيكاردا ده كان عنده بنك بذور في حلب. الصراعات اللي هي حصلت في المنطقة في سوريا أدت إلى فقدان نسبة كبيرة جدا من البذور في سوريا، فأدى ذلك إلى أن المزارعين ما بقاش عندهم كميات من التقاوي أن هم يزرعوا أو يحصلوا على مصدر جيد من البذور. كانت إيكاردا من أول من 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 أول المراكز البحثية اللي أودعت بذور في بنك سفالبارد سنة 2008، وضعفت حوالي 80% من الأصول الوراثية ومن البذور بتاعتها في 2016. استدعت إيكاردا كمية من 135 صندوق من 325 صندوق كانت قد أودعتهم في هذا القابو، وبالتالي تم توفير البذور للفلاحين من القمح والشعير ومن الفول ومن العدس لزراعة الأراضي، وبالتالي تحقيق بعض من الاكتفاء الذاتي أو فجوة الغصب. وفي سؤال هنا جميل أوي، أنا يكون عندي متحف لحفظ البذور دي حاجة تاريخية، لأن في بعض الأشجار بتبقى أشجار نادرة، جميل، بعض النباتات بتبقى نباتات أو تفشل في تكوين بذور أو كذا أو على المدى الطويل، نادرة نادرة وممكن تغير مناخي. هو ده من ضمن اهتماماته أنه بيحفظ الأصول الوراثية للنباتات النادرة أو المهددة بالانقراض. جميل جدا. هل البنك دوت ممكن مثلا لما بيحصل فيه أزمة من الأزمات لقلة البذور، هل ممكن جماعة المربيين أو المراكز البحثية تاخد منه عينات وتعمل منه إكسار وتبتدي تزود المزارعين بهذه البذور، ولا هو متحف بس؟ لا لا، إزاي ده هو مهم جدا جدا لمربي النبات، لأن دلوقتي البنك ده بيحتفظ بالأصول الوراثية والأقارب النباتية للمحاصيل، ف
فطبعا الأقارب البرية في بيئاتها الأصلية بتحتوي على تنوع وراثي وتنوع جيني كبير جدا، فبالتالي الأصناف المحسنة اللي بيتم تحسينها لإنتاج صفة معينة أو كذا بيحصل لها اندثار في التراكيب الجيني، على عكس السلالات الأصلية وعلى عكس الأقارب البرية للمحاصيل. فعند الاحتفاظ بهذه الأقارب البرية والمواد الوراثية في بنك الجينات، يستطيع مربي النبات إن هو يلجأ إلى هذه البنوك مرة أخرى للحصول على هذه الأصول الوراثية لمقاومة مثلا لتربية النباتات في حالات الإجهاد أو التغيرات المناخية، الفيضانات، السيول. جميل أوي، معنى وصل. بس هنا مكتوب إنه عينة، معنى ذلك ان عينه ان انا خايف اديها لك. يعني احنا عندنا مثلا في المتحف المصري في عينات، لا هي عينات ارساليات بكميات معينه بيتم حفظها في هذا البنك، وطبعا كل نوعيه من البذور سواء كانت للاصناف او الانواع النباتيه لها درجه حيويه وقوه معينه. ده جميل يا فندم، فبتختلف. جميل فضل. بس ممكن واحد، انا مثلا لو عندي متحف حشرات مثلا عندنا في معهد الوقايه، واحد عايز عينه اقول له لا ما اقدرش اديها لك، ده هي دي العينه اللي عندي، عينه ارساليه كذا. المعنى عايز اعرف هل هم عندهم كميات او امكانيه اكسارها؟ ما ممكن العينه دي اديها لك تضيع، بقاش عندي غيرها. هل المتاحف دي بيبقى عندهم عينات ممكن لتوزيعها وخبر حضرتك واكسارها بطريقه معينه ويحتفظ بالاصل؟ طبعًا. ولا يخاف انه يضيع؟ لا، ما هو لازم يبقى عنده مخزون استراتيجي، مخزون استراتيجي من هذه الاصول الوراثيه. هو لو مثلا في انواع نباتيه هددت بالانقراض او مش موجوده في بيئتها الطبيعيه ولكن لها اصول وراثيه في بنوك الجينات، فهو لن يستطيع ان هو يغامر بكل الماده او كل عينات ويديها لك، فهو مثلا هيعمل لها برامج. هو ده السؤال. ده كده انه انا عندي بنك جينات هنا، وعندنا في المتحف المصري في بعض العينات، أكيد. انما صعب ان حد يفرط فيها لانها قليله. أكيد. دي اللي بقول. فهي تعتبر كمتحف، اللي هياخدها جهه متخصصه جدا جدا، دوله على مستوى دول. فضل. بحيث ان انا حتى لو فشل هتبقى دوله. أيوة. انما لو هو فرض في شراكات عادي بهذا في هذا الشان كمان بيتم تجديد المخزون ده، ما بيسابش كده على طول، هو على طول بيحصل له عمليات من اللي هو الكشف عن جوده البذور. وده تخصص من تخصصات اللي هي جوده البذور او تكنولوجيا علوم البذور، ان هو بيكشف عن مدى صلاحية البذور اللي هي موجودة ومتخزنة في البنك الجينات، والتنبؤ بفترة حيويتها وقوتها وعلى أي مدى هتستطيع هذه البذور الصمود وإن هي تعطي نباتات قوية أو شتلات قوية. وبالتالي فهو في حاجة دائما إلى تجديد الأصول الوراثية، إن هو بياخد البذور ويتم إكسارها في مواطن إنباتها الطبيعية أو بيئتها الطبيعية، ويعمل عملية تجديد باستمرار طول ما هو الموضوع شغال. يعني في ناس شغالة أكيد طبعا عليها، إن بحيث بتعمل تحسينات لهذه، أكيد تحسينات، يعني 5500 نوع نباتي، نوع نباتي. واخد بال حضرتك؟ فمسألة جامدة جدا، محتاجة باحثين. ما هو ده مش مخصوص. القبو ده قد إيه يا فندم؟ مساحة كمساحة أنا ما أعرفش بالتحديد. أنا ما يعني هل بيسمح ولا كل واحد بيروح مثلا يتعاقد ياخد مثلا بذرة أو ياخد حاجة؟ لا، ما احنا يروح مكانه ويشتغل عليها؟ احنا قلنا إن هو وصل عدد العينات فيه إلى ما يقرب من مليون عين. هو يستطيع الاحتفاظ ب 4.5 مليون. ومش هو البنك الوحيد اللي موجود في العالم، احنا قلنا إنه يوجد أكثر من 1000 بنك جيني او بنك بذور حوالين العالم. واحنا عندنا بنك، واحنا جينات، عندنا بنك جينات وراثيه في مركز البحوث الزراعيه دكتور نيفين. جميله. طيب انا ده شيء جميل قوي. انا عايز بقى هنا بقى نعرض الصور حضرتك او اللي حضرتك عرضتها في المؤتمر، ونشوف علميا كده البذور دي بتتقيم ازاي. اتفضل، واخد بالك الصور يا جماعه جاهزه معانا؟ نشوف دلوقتي تظهر على الشاشه اهي، دي درجات التقوي اللي احنا بنتكلم عليها. حضرتك جبت دي ده درجات انتاج ونقاء وبعدين شهاده وبعد كده استخدام. ده نفس اللي قلنا عليها، نفس اللي قلنا عليها. درجات الاكسار. ودي نفس الشيء، دي البذور المعتمده اللي قلنا عليها اللي بتوزع على المزارعين. دي كانت درجه الاساس اللي هي قبلهم. دي مواصفات حقل اكسار القمح لبذور الاساس والبذور المسجله. ايه بقى بذور الاساس؟ ايه النقاوه بتاعته؟ يعني مواصفات حقول انتاج في مسافات عزل طبعا في لابد ان حقل الاكسار يكون في شروط في حقل الاكسار. ان هو يكون مساحته في مصر مثلا لا تتعدى 150 فدان والا اعتبر حقل اكسار اخر. 150 فدان
اكسار دي هل تابعة لجهات حكومية او جهات بحثية؟ ما هو اللي بيشرف على حقول الاكسار اللي هم فنيين الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوم. واحنا اتفقنا على حاجة ان انا لو راجل مربي وحبيت اتعامل مع الوزارة باخد منها حاجات تحت اصرافهم. اكيد طبعا. وبربيها لاخر اصدار الصنف لاخر اعتماد التقاوم وبيعها وختمها. ويدوني شهادة ان انا اقدر ابيع. اكيد طبعا. واخد بالك؟ هل بالسعر اللي انا بحددته ولا دي حاجة مالكش علاقة بيها كباحث؟ لا ما اعرفش. مالكش علاقة بيها كباحث. طبعا. طيب يا جماعة. فدي مثلا بالنسبة لمسافات العزل بذور الاساس والبذور المسجلة والبذور المعتمدة، مسافات العزل 10 متر و10 متر للبذور المسجلة و50 متر للبذور المعتمدة. الملاحظ ان القمح من النباتات ذاتية التلقيح، فمسافات العزل بتكون قليله لان الناتج هنا عزل يعني عزل مكاني ما بين الحقل وما بين الحقل. عزل مكاني يعني ما بين عشان البذور ما تختلطش ببعض بالظبط. وحقل من اي صنف او مش شرط يكون حقل اكسار تاني. فنظرا لانها بذور ذاتيه الاخصاب فان عوامل الخلط لا ترجع الى الخلط، عوامل الخلط بترجع الى الخلط الميكانيكي اللي هو طبعا مش بالخلط بالرياح او بالحشرات لان هي نباتات ذاتيه التلقيح، فهنا بتقل مسافات العزل المكاني. اما لو هي محاصيل خلطيه التلقيح فلازم بتزيد مسافات العزل المكاني وقد تصل في بعض الاحيان كما هو مثلا في البصل الى 800 متر او كيلو. طب ليه ما نسالش مثلا واحد عايز يعمل تقاوي بصل مثلا؟ تقاوي البصل دي احنا دايما بناخدها بالشتله مش كده؟ ولا برضه لا في بذور لان هو طب ما نعمل ال 150 فدان دول بصل بس. ليه اعمل كذا نوع ويحصل خلط واحتمال يحصل خلط اي نوع ازاي مش فاهم؟ يعني حضرتك تقول في مسافات ان انا مثلا معنى ذلك ان انا بعمل قمح وبعمل المسافات القانونيه عشان ما يحصلش خلط ماشي. اعمل بذور تقاوي تاني ولا حضرتك تقصد ايه؟ لا انا بقول ان هو حقل الاقصار ان هو 10 متر ما بينه وبين حقل اي حقل تاني من بذور نفس الصنف، مثلا حقل قمح تاني من نفس الصنف ولا يكون مش حقل اقصار. يعني لما يكون واحد تاني بيربي مش بيربي أنا. او زارع دي مسافات العزل اللي هي محددة. أما الموضوع بيكون صعب شوية في المحاصيل خلطية التلقيح لأن هنا عوامل التلقيح الحبوب اللقاح بتنتشر بالرياح وبالحشرات وكذا وكذا فممكن تلقط. فهنا بنطبق العزل المكاني بمسافات جميلة. أبعد والعزل الزماني بإما بفارق. نكمل ده بس يا فندم لأن الموضوع طويل قوي بس ناخد فاصل قصير ونرجع تاني لأن الموضوع كبير قوي. وبعد ما نرجع هنستقبل تليفوناتكم والتليفونات الموجودة على الشاشة وبرضو أفكركم بصفحة البرنامج العيادة النباتية أو ذا بوتونيكال كلينيك على الفيسبوك. فاصل قصير ونرجع تاني. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا لحضراتكم من جديد. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الحقول إنتاج التقاوي وبنتكلم عن العزل المسافات والعزل الزماني. كمل بقى دكتور نشوف إيه العزل المكاني والعزل الزماني وكده. يعني العزل المكاني هو المسافة ما بين حقل الإقصار وأي حقل مجاور سواء كان مزروع بأي محصول أو بـ 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 بنفس الصنف. فده مسافات العزل المكاني بتتوقف على اولا نوع البذره اللي احنا بننتجها سواء كان المحصول ده ذات التلقيح او خلطي التلقيح. في حاله المحاصيل ذاتيه التلقيح بتقل مسافات العزل المكاني لان هنا بيكون عوامل الشوائب وكذا وكذا بترجع لعوامل الخلط الميكانيكيه فقط. ده العزل المكاني. ده العزل المكاني مثلا في القمح والارز والشعير لأنها محاصيل ذاتية التلقيح فإن مسافة العزل للبذور المسجلة 10 متر وللبذور المعتمدة 50 متر. عرفنا يعني إيه مسجلة ويعني إيه معتمدة. بالظبط كده. مثلا بتزيد في الذرة الشامية للأصناف مفتوحة التلقيح ل 300 للمسجلة و 200 للمعتمدة. الذرة الرفيعة والفول البلدي 175. البصل 1750. ليه البصل بقى 1750؟ هنا عزل المكان كبير لان هنا التلقيح بيبقى خلطي فبيبقى فيه مشاكل فلازم تزيد مساحه العزل 750 متر مش كده؟ ايوه. الكتان 200 و150. اما ما يخص العزل الزماني في حاله ان يعني ايه عزل زماني بقى الاول؟ عزل زماني هو في حاله اذا كان شروط العزل المكاني غير متوفره بدقه فانا بعمل يا اما تقديم موعد زراعه المحصول اللي انا بعمل له اكسار او باخر زراعه المحصول اللي انا بعمل له اكسار بمدى زمني 21 يوم علشان يكون في فاصل زمني في موعد الازهار وطرد السنابل فبالتالي
اضمن ان ما يحصلش تلقيح خلطي. انا طب هيبقى في يعني انا بشوف المزارع اللي حواليها زرعه ايه وابتدي احدد بحيث ابكر او اخر او تاخر مثلا ب 21 يوم علشان هنا يبقى الموعد بتاع الازهار مختلف هنا عن هنا فيحصل عقد هنا في الفتره اللي مش هتحصل هنا وبالتالي يبقى انا ضمنت ان مش هيحصل تلقيح ما بين الاصناف المختلفه. انا عايز اقول برضو حضرتك بتقول ده كلام جميل علمي هايل يعني انما في برضو كنا دايما نقول لك ايه يعني في نسبه خطا ايرور اكيد بتحصل. طيب انت النهارده لو حصل الايرور ده او احتمال يحصل الايرور زي ما بنحلل الاحصاء كده ويقول لك في ايرور بتكتشفها ازاي؟ في نسبه شوائب ده اللي بيتم بقى في هنا عن طريق التفتيش الحقلي. بيقوم المفتش او الموظف موظف المعتمد من جهه مراقبه الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي بيروح لحقل الاكسار وفي طريقه متبعه علشان يقوم بعمليه التفتيش الحقلي. نكمل ده بس ناخد مداخله معانا محمود من الاسماعيليه. محمود السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. عايز اسال الضيف ان شاء الله متى الافتتاح على طول خالي؟ لا انا مش سامعك خالص. عايز اسال الدكتور معاك اهو بس السؤال كده يا ريت ونبي يعني صوتي يبقى واضح واقفل السماعه من فضلك. كلمنا من السماعه اقفل التلفزيون. سؤال حضرتك متى يحصل الفلاح على بذور خاليه من الفيروسات؟ بتقول ايه؟ متى الفلاح يحصل على بذور خاليه من الفيروسات؟ متى يحصل متى يحصل وصل متى يحصل الفلاح على تقاوي خاليه من الشوائب؟ من الشوائب جميل جدا. هو بطبيعه الحال اي تقاوي بتقوم الاداره المركزيه باعتمادها فهي خاليه من الشوائب او في نسبه شوائب مسموح بها. لا تتعدى مثلا 1% او 2% للشوائب او 5% في درجات الاكسار. ففي نسبه شوائب ممكن تحصل وممكن تكون موجوده ولكنها لا تؤثر على نقاوه الصنف او الجوده التحليليه او النقاوه الطبيعيه او نسبه الانتاج او نسبه الانتاج او حتى انها تؤثر على الصنف او درجه تلوثه. فالنسبه بتبقى موجوده مثلا 1% للاساس و2% للمسجلة و5 من 10% دي مش هتنزل للمزارع حتى لو في 5 وصلت ل 5 من 10% الحاج محمود دلوقتي بيسأل انا احصل ازاي تقاوي ده راجل بياخد البذور من التاجر ملوش علاقة بالاساس هو ملوش علاقة بطبيعة الحال ان اهم حاجة انك تحصل على التقاوي من جهة اصدار التقاوي او من مصدر موثوق يعني اللي هي الوزارة من اللي هي المكاتب او اللي هي الادارة المركزية لتوزيع التقاوي المنتشرة في انحاء الجمهورية جميعها. جميل. هنا بيبقى موجود مع التقاوي ده كارت مكتوب فيه كل شيء عن الصنف يزرعه امتى معروف اللي هي لا بيبقى موجود في الكارت مثلا نسبه الانبات المعامله نتيجه المعامله بالافات والامراض وكذا 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 والشروط اللي انت ممكن تتبعها علشان تحقق اعلى انتاجيه من المحصول المنزرع. يعني هو لو خدها من الوزارة او من اكيد ده طبعا خلاص دي فيها كل حاجة وكده مضمون ده طبعا صح كده نسبة ضمانها اكيد طبعا. ولو حصل حاجة الحاج محمود معانا لو هو بيزرعها وحاجة بيتجه برضو للوزارة بيتجه تاني اكيد صح؟ او بيتجه لينا واحنا بنوصله للوزارة طبيعي او بيتجه للجهة اللي هي ادت له التقاوي. جميل جدا. احنا طبعا هنا حضرتك بتمر دايما احنا خدنا التقاوي التقاوي الاساسي والحاجات دي اتفقنا لها الناس مخصصه اللي هي بتزرعها تابع للوزاره يعني وكلاء للوزاره اكيد ولما يبيعوا هيبيعوا عن طريق الوزاره او مندوبين للوزاره اتفضل خلاص او مندوبين للوزاره قول للوزاره جهات التقاوي ماشي. انما بالنسبه للفلاح هو بيشتري البذور العاديه المعتمده واخد بال حضرتك عشان يزرعها ولهذه البذور لو فيها اي حاجه بيرجع تاني يبلغ شكواه عشان يحصل بحث وتطوير اكيد طبعا صح أكيد. نقول والله ده الشكوى عامه. معانا مين؟ دكتور سليمان عمران. يا دكتور سليمان مع حضرتك تشرفنا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور اخبار سعادتك ايه؟ بكم الحمد لله وشرفنا بكم الدكتور محمد الله يبارك فيك يا دكتور شاكرين على المعلومات القيمه اللي حضرتك بتقولوها الله يبارك فيك ربنا يكرمك حضرتك طبعا خير من تكلمنا يا دكتور سليمان عن المؤتمر الله يعني احنا شرفنا بمتابعه حضرتك ومداخله حضرتك فيا ريت حضرتك تكلمنا باستفاضه عن المؤتمر لاني وهل المؤتمر دوت خاص ولا يتبع جهه سياديه ولا يتبع وزاره الزراعه لان انا نما الى علمي ان هو مؤتمر خاص.
خاص بيلم باحثين من كل الدول العربية. فعرفت تكلمنا باستفاضة ما هو المؤتمر وما هو مغزاه ونتيجته يعني، أو النتيجة المترقبة لي. والله أنا يعني شاركت في المؤتمر يعني بالمداخلة وتابعت المؤتمر، كان 3 أيام. هو مؤتمر فكرة ممتازة جدا من متحدثين دكاترة أساتذة علماء زي الدكتور خالد، ربنا يكرمك يا فندم، السعودية دكتور خالد خالد سالم، الدكتور خالد سالم أستاذنا الفاضل. أيوة فندم، من هو اللي مندعى. ده كان أول ملتقى علمي ما بين الدول العربية، وكل دولة كانت بتقدم أفضل ما عندها من الباحثين والنشاط الزراعي. يعني مثلا السودان قدموا معظم التجارب والبحوث اللي عندهم من المحاصيل الحقلية والخضار، والعراق نفس الوضع، الباحثين هناك قدموا برضو معلومات قيمة جدا في بالنسبة للمحاصيل والخضار. وفي مصر هنا جمل كتير جدا اتكلموا في المحاصيل وعلى انتاج ودكتورة ضحى اتكلمت على البنجر، انتاج تقاوي البنجر، والدكتور محمد طبعا اتكلمهم على انتاج التقاوي. ده كان مؤتمر يعني ملم بجميع الفروع، وكانت الميزة اللي فيه ان كان اول حقل تعارف او المؤتمر تعارف ما بين الباحثين وبعضهم، حتى حصل كونكشن باتصالات ان كل واحد ممكن نتبادل البحوث وممكن نتبادل البذور وممكن نتزاور. وكانت افضل حاجه التوصيات اللي كان مؤتمر يعني الدكتور خالد وصى بها في اخر مؤتمر طلع من المؤتمر كله، ان يعني انا مش متذكر كل النقط الدكتور محمد ممكن يقولها ان شاء الله. فكانت اهم حاجه ان يكون تابع جامعه الدول العربيه، يكون هو تابع جامعه الدول العربيه؟ لا 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 هو بي آه يعني بيدعو انه يكون الدول العربيه كلها تتحد في يكونوا هيكل كامل بحيث يعملوا اكتفاء ذاتي للدول العربية والتكامل ما بين الدول وبعضها، ويبقى في يعني مقر ثابت وفي جين بانك للدول العربية مع بعض مع جينات البنك الموجودة في. طب ما احنا عندنا جين بانك هنا تابع المركز. لا ما هو ما هو كان يعني بقول لحضرتك التوصيات، يعني كل بلد فيها جين بانك خاص بيها يعملوا بنك اقليمي، بنك اقليمي تبادل الاصول العربية مع بعضها. بنك يجمع كل البنوك دي كلها بحيث كل دوله عندها حاجتها واللي عاوزين يشاركوا في طب دكتور سليمان حضرتك معانا؟ ايوه حضرتك. دلوقتي يا فندم هل المؤتمر ده يعني كل بنحضر احيانا المؤتمرات بحثيه بحت علميه بحت، انما تفتقد الناحيه التطبيقيه، فحضرتك المؤتمر ده فعلا كام في الميه من الابحاث اللي فيه ابحاث تطبيقيه يمكن تفعيلها بجد من وجهه نظر سعادتك؟ يعني انا حضرتك اللي انا تابعته معظم يعني كان معظم الزملاء اللي اتكلموا في المؤتمر كل حاجاتهم كانت يعني فوق 90% ابلايت كلها. لان كل ده دكتور محمد ما بيتكلم كده كل واحد بيعرض الشغل بتاعه اللي هو عمله او اللي هم بيعملوه في المركز او في الكليه او في فكله يعتبر ابلايت. كل الباحثين اللي كانوا بيتكلموا والدكتور خالد والمجموعه المنتقيين مجموعه يعني اللي لهم مجال في الابلايد مش اكاديمي. طب هو في سؤال هنا يا فندم، في سؤال هنا، انت عارف ان العالم كله دلوقتي تحت مظله الحوكمه. ايوه. وخبر حضرتك واي حد خارج هذه المظله لا يعترف به. فالى مدى هذا المؤتمر بيوصي ان تكون البحوث او التقوى المنتجه في مصر تحت مظله شرعية أو الحوكمة، يعني تحت مظلة الدولة، وأعتقد أن الجهة المنوط بها دي هي وزارة الزراعة. فهل في جهة ارتباط بين المجهودات دي كلها وبين الجهة المنوط بها الحوكمة اللي هي وزارة الزراعة؟ لا لا، النقطة اللي حضرتك بتقولها دي مهمة جدا، لأن هي دي اللي نادوا بها في المؤتمر أن احنا ينشأ. هي دي كانت اجتهاد ما بين باحثين الدكتور خالد سالم دكتور خالد سالم اصل انا الدكتور خالد دكتور خالد سالم فهو يعني هو والزملاء من السعوديه ومن العراق ومن ليبيا فكروا ومن ليبيا حبوا يلموا يعني مجموعه كل واحد يعرف باحثين يعني تبقى نواه لتجميع الباحثين في بعد كده مؤتمر رسمي وتحت مظله الدول العربيه جامعه الدول العربيه وبلا فند وبلا كل حاجه ان شاء الله. طبعا الخطه البحثيه اللي هتتحط في كل دوله. تسمح لي اوجه لدكتور سليمان. طيب هو الدكتور عايز يسالك سؤال. السلام عليكم دكتور سليمان، اخبار سيادتك ايه؟ الله يبارك فيك.
أنا كنت حضرتك جمعت من المحاضرة بتاعت حضرتك اللي هي الجهود الخاصة بالبرنامج الوطني المصري لإنتاج الخضر. أيوة. فحضرتك عايز تتكلم عن الأصناف اللي تم إنتاجها أو اللي أتكلم أنا عنها عادي ولا؟ والله يمكن أدي نوتس بسيط وحضرتك تكمل. طيب ماشي. تم حضرتك يا فندم ممكن حضرتك تصرفنا. أنا ممكن يعني ممكن حضرتك تصرفنا في يوم نقعد نتكلم كده لأنه في ناس عايزة تعمل مداخلات. فيعني في وقت وقت حضرتك دكتور سليمان هو الدكتور خالد سالم كان وعدنا بمداخله ما اعرفش اتاخر ليه انما حضرتك تشرفنا باذن الله نتكلم باستفاضه على المجهود الباحثين وناخد وقتنا يعني شكرا دكتور سليمان نكمل بقى اللي بداناه ازاي بقى ان احنا نقيم هذه الاصناف في عندنا درجات للتصنيف ودرجات جوده ودرجات نقاوه هل ده كله بينزل يقول لك مثلا ده نقاوته 80% 90% وده ليه تمن وده ليه تمن هل ده بيحصل؟ انهي نقاوه؟ النقاوه ولا اختبارات انبات؟ المصطلح انا ما اعرفوش لا ده لا يعني لا هو في جميع درجات الاكسار التقاوي بذره المربي بذره الاساس البذره المسجله ممكن نوصل اللي هو النقاء الوراثي لازم تبقى البذور نقيه بنسبه 100% كنقاء جيني من اول البذور المعتمده اللي هتنزل البذور المعتمده نقاء وراثي بنسبه 100% ونقاء مادي اللي هو الفيزيائي بنسبه 98% يعني ايه نقاء فيزيائي ما احنا قلنا النقاء الفيزيائي اللي هو مدى خلو البذور بتاعه الصنف المحسن من بذور من بذور نفس الصنف للاصناف اخرى من بذور نفس المحصول من اصناف اخرى او بذور المحاصيل الاخرى او تلوث ببذور الاعشاب يعني بذور جاي مع بذور ايوه بالظبط مش كده ايوه ده تلوث بنقول تلوث 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 فيزيائي زي حشائش مثلا بالظبط تلوث بال يعني ما جاي يزرع بطيخ يطلع قمح ايوه بذور محاصيل اخرى ببذور من اصناف اخرى تبع نفس المحصول بذور الحشائش الخبيثه المصاحبه للمحصول كمان الحصى والادغال وكذا وكذا دي كلها حصى وادغال الحصى والتراب وكذا وكذا كل دي بيعتبر كل دي تلوث بالظبط يعني مثلا اشتري كيلو قمح مثلا بذور قمح يطلع فيها ربع كيلو تراب ما ينفعش فده اسمه النقاء المادي او الفيزيائي ده غير النقاء الجيني احنا خلاص بالظبط كده النقاء الجيني في ايه تاني يا فندم في اختبارات تميز وتجانس الثبات دي تاني يعني مرحله بعد مربي النبات ما بيقوم ان هو بيستنبط صنف جديد بيروح للجهه المعتمده المنوط بها تسجيل الاصناف وبيقدم على تسجيل الصنف فأول حاجة بيعملوها اللي هي اختبارات الأصناف وهي ثلاثة اختبارات اختبار التميز والتجانس والثبات distinctness ويونيفورميتي وستابيليتي التميز إن الصنف تحت التسجيل لازم يكون متميز عن غيره من أصناف المقارنة فضل. طب ناخد المداخلة دي أتفضل. معلش أنا بقطعك أستاذ سيد من الشرقية عمر مش الجديد اهلا بيك يا استاذ سيد أكيد. سؤال سعادتك بس صوتك مش واضح السلام عليكم عليكم السلام استاذ سيد الله يخليك فندم عاوز اشكر ماشي عاوز اشكر والناس الطيبه اللي زي حضرتك وبفاتك يعني انا كل ما باجي من الغيط باجي اقعد قدام القناه دي بتفيدني ده شرف لينا والله يا استاذ سيد شرف لينا انك بتابعنا في سؤال نقدر نفيدك بيه يا استاذ سيد بس انا معلش انا مش سامعك مش كنا عارفين بيعبر عن سعادته بحضرتك ربنا يكرمك ربنا يكرمك والله بشكرك كل ايه الله يخليك الله يخليك احنا اللي بنشكرك جدا والله طيب بعد اذن حضرتك احنا بنيجي مثلا نزرع بتزرع ايه الله يخليك لا الصوت بيقطع انا مش سامع كويس بنزرع الكوسه في الارض الكوسه اللي هي الجدع الكوسه 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 ممكن تقفل التلفزيون حضرتك ممكن تقفل التلفزيون نزرعها لا اقفل التلفزيون واسمعنا من السماعه طيب ماشي كده ماشي كده سمعنا يا فندم كده سامعك كويس سمعنا يا فندم كده كده سامعك كويس طيب حضرتك بنيجي نزرع الكوسه كفايه لا ارجع اتصل بينا تاني لان الصوت مش واضح لا الصوت مش واضح بيقطع او سيب رقم تليفونك احنا هنتصل بيك يعني ممكن سيب رقم تليفونك احنا هنتصل بيك او ابعت لنا على صفحه البرنامج براحتك يعني انما الصوت مش واضح ماشي يا دكتور
حضرتك كنا بنتكلم على القيمه الزراعيه اللي هي الفاليو اوف كالتيفيشن قلنا ولا لا؟ احنا لسه بنتكلم على اختبار التميز، ان الصنف ده لابد ان هو يكون متميز عن غيره من الاصناف التابعه لنفس المحصول على الاقل في صفه واحده او اكثر من صفه، والا هيكون ايه الهدف من اكسار او انتاج صنف بيحتوي على نفس الصفات الموجوده في نفس في اصناف اخرى من نفس المحصول. يعني يكون الصنف الجديد متميز عن الأصناف الأخرى من نفس ذات المحصول. اختبار التجانس إن هو مظاهر الاختلاف ما بين أفراد نفس النبات أو نفس الصنف تكون دون تكون في الحدود المقبولة. الاختلاف بين أفراد النباتات الصنف في الحقل نفسه إنها تكون في تجانس ما بين الإنتاجية في الشكل المورفولوجي، في طريقة النمو، في كل الصفات المورفولوجية الظاهرة، ويكون في تجانس والاختلافات تكون ضمن حدود ضيقة. جميلة. وفي بقى التاني اللي هو اختبارات القيمة. اختبارات القيمة الزراعية نقولها في عجالة لأن احنا وقتنا دي خاصة بالمعهد البحوث أو الجهة المربية لإنتاج الصنف، هي اللي بتحدد القيمة الاقتصادية أو القيمة الزراعية من الصنف، وتحديد هل هو هيكون ذو جودة اقتصادية ويحقق تأثيرات اقتصادية مهمة أم مش هيحقق، لأن هو أكيد هياخد يعني مثلا ممكن يكون إنتاجه ضعيف بالظبط كده، هو يحدد القيمة الزراعية بيدينا مثلا ثمار مشوهة حاجات كده. طيب هنا اختبارات المقاومة للأمراض، المقاومة للأمراض والأفات، وده من أهم الاختبارات اللي بيتم بناء عليها إما قبول الصنف أو رفضه. لا بد ان يكون الصنف المحسن مقاوم للامراض والفطريات او الحشرات او ما تبقاش عامه كده، يعني مثلا مقاوم للبراد الدقيقي او نوع للبراد بالظبط كده، مقاوم للمن ما يبقاش مقاوم لكله، لا ما بقاش مقاوم لكله لان في سياسه صنفيه بيتم انتاج الاصناف حسب الاماكن، في اصناف مثلا تجود في مصر. طيب الدكتور العليا. خالد معانا اهو. كويس دكتور خالد، اتفضل. ازيك يا دكتور خالد؟ عليك. اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله. ده دكتور خالد، اهلا بحضرتك يا دكتور. انا شاكر اهتمامك بموضوعات مهمه في الزراعه وتتناول مشاكل مجتمعيه زراعيه منها موضوع التقاوي، واحب ان انوه عن المؤتمر العلمي الدولي المتخصص واقع ومستقبل صناعه التقاوي في الوطن العربي الى اين. وده انا كنت مقرر ومنسق عام المؤتمر، وطلعنا بمجموعة من التوصيات من خلال مشاركة حوالي 400 باحث على 414 باحث على مستوى الوطن العربي يشملوا 11 دولة عربية منهم مصر، سواء بمراكزها البحثية والجامعات، وكذلك العراق الشقيق والسودان واليمن والجزائر والمغرب وتونس طبعا والأردن، كل دول تشاركوا معنا في محفل علمي. كنت أتمنى مشاركات كثيرة من البرامج القومية المصرية. طبعا احنا حاولنا نتناول صناعة التقاوي مما عليها وما عليها في عدة محاور، تقاوي المحاصيل الحقلية، تقاوي محاصيل الخضر، انتاج تقاوي الأصناف، واستمعنا لبرامج متميزة في بعض الأقطار العربية زي السودان الشقيق وتونس. أيضا تناولنا بنوك الجينات العالمية وبنوك الجينات في بعض الأقطار العربية زي تونس، وتفرجنا على نماذج متميزة. أيضا تفرجنا على بعض المرامج المتميزة عن القمح والزراعات التشاركية والتربية التشاركية في برامج تربية القمح في ليبيا الشقيقة، وفي بعض التقنيات الحديثة عن جودة التقاوي. بعض الزملاء من معدن المحاصيل أشاروا إلى بعض الاختبارات المتميزة في جودة التقاوي، كذلك بعض دكتور خالد. البرامج دكتور خالد في عجالة كده، إيه توصيات المؤتمر؟ بالنسبة لتوصيات المؤتمر من خلال المحاور اللي أطلقناها اللي هو توجيه الجامعات والمراكز البحثية للاهتمام بعمل برامج قومية للمحاصيل الحقلية والبستانية لاستنباط الأصناف، أيضا إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة العنكبوتية تضم منتجي وعلماء ومربي المحاصيل في الوطن العربي، أيضا مخاطبة جامعة الدول العربية لعمل مقر دائم لمجلس سلعي تعاوني عربي موحد للتقاوي والبذور واستنباط الأصناف والابتكارات البحثية، طبعا بدعم حكومي من الدول العربية، أيضا عقد هذا المؤتمر سنويا للتعرف على الجديد في صناعة التقاوي خلال الدول العربية، أيضا توحيد وتطبيق القوانين. بعض الزملاء أشار أن القوانين غير متطابقة، يجي يتصدر من دولة إلى أخرى، فلابد أن توحيد تطبيق القوانين يسهل التجارة البينية بين الدول العربية وبعضها، أيضا تبادل نتائج الأبحاث
في مجال استنباط التهاوي، طبعا ده هيسعف وينشط عمليه التهاوي، ينشط القيمه المضافه له. نظرا ايضا للتكلفه العاليه لانشاء بنك الجينات، فاحنا قلنا ان نشوف دوله زي تونس او السعوديه او مصر عندها بعض البنوك الجينيه المتميزه وناخدها مقر للدول العربيه وتوجد فيها الاصول الوراثيه لجميع الدول العربيه اللي بتفقد منها. اشار احد الزملاء ببنك جينات في تونس الى ان في اغلب الدول فقد منها حوالي 80% من الثروه الوراثيه، فده برضو يدعنا ان احنا خطر. ناقوس خطر يعني. ناقوس خطر. طبعا حفظ حقوق المربي، طبعا حقوق المربي طبعا لو هنتبادل الاصناف مع الدول العربيه لابد ان تكون في مكاتبات وحقوق المربي او حاجه تسمى الماتيريال ترانسفير اجريمنت ما بين الدول. انا لسه كنت بقول دلوقتي للدكتور عمل معانا مداخله، قلت له لازم كل المجهودات دي تبقى في ظل حوكمه، ممكن تبقى حوكمه دوليه واخبار حضرتك او حوكمه محليه عشان كل واحد عربية. يضمن حقه مش كده؟ خلينا عربيه افضل، لان احنا دلوقتي في عصر التكتلات، فلابد ان الدول العربيه تستفيق لنفسها وتعمل اتحاد عربي لصناعه التهاوي. احنا بنستورد على سبيل المثال في مصر بما يعادل 4 مليار دولار، كل الدول العربيه اللي شك اثروا ان مصر بتصدر للعراق وسوريا بعض التهاوي اثبتت ايجابيه وانتاجيه عاليه، ولكن للاسف 20% من المساحات المنزرعه لدى هذه الدول العربيه تزرع بس بتقاوي معتمده، يعني السوق مفتوح، 80% من الاسواق العربيه مفتوحه للتهاوي المصري. لابد ان احنا ننشط التجاره البينيه، طبعا ده هيرفع برف وهينشط البرامج القوميه سواء كان للشركات او المراكز البحثيه او الجامعات، طبعا ده كله هيفيد في الاخر دعم المزارع ان هيحصل على تقاوي متميزه، هيحصل على تقاوي رخيصه، انتاجيه عاليه، ضمننا الانتاجيه تزيد. دكتور خالد، دكتور خالد عشان بس وقتنا، انا عايز بس اسال حضرتك سؤال كده، ايه هي الاليات اللي حضرتك شايفينها لتنفيذ هذه التوصيات في عجاله بس؟ احنا الاليات اللي احنا شفناها انها لهذه التوصيه اللي هي اول حاجه قاعده بيانات تضم جميع دي التوصيات يا فندم، دي توصيات. لا ما حضرتك احنا عايزين نخاطب جامعه الدول العربيه ان تتعمل قاعده بيانات للدول العربيه، طبعا ده هيوفر على جميع الدول العربيه ما يعادل 50 مليار دولار سنويا بتصرفها هذا الجهاز. عندنا باحثين متميزين، وعندنا برامج بحثيه في مركز البحوث الزراعيه بمصر، وعندنا الجامعات ذات خبره. كل دي لو احنا فعلنا هذا التعاون وعملنا ربط ما بين البرامج وبعضها وانتجنا على سبيل المثال في مصر ودعم من هذا المجلس الى احد البرامج في مصر، ممكن يكون هو نوال يعطي لجميع البرامج العربيه، ينشط جميع البرامج العربيه، ومع الحفظ بحقوق المربي له طبعا لانه تعب في هذا المجهود. فديت احنا نتمنى ان مجلس الدول العربيه احنا هنحاول نفعل هذا الامر من خلال هذه التوصيات ان شاء الله، بحيث ان تبقى في اليه للتعاون وكذلك الاستفاده من المنظمات الدوليه. شاركنا في المؤتمر برضه منظمه إيكاردا، ولكن كان في بعض الخلل التقني، كان برضو من ضمن البنود ان لابد ان احنا نتحد مع المنظمات الدوليه زي إيكاردا ان شاء الله. يا دكتور خالد الإيري انا بقول لحضرتك ان شاء الله، معلش طبعا بس حضرتك توعدنا باذن الله اول ما تنزل مصر يعني تشرفنا باستضافه سعادتك هنا في القناه، لان الموضوع كبير قوي واحنا وقتنا خلص. بنشكر حضرتك الاستاذ دكتور خالد سالم، نشكر حضرتك يا دكتور محمد طه باحث اول بقسم بحوث تكنولوجيا البذور معهد بحوث المحاصيل. طبعا الموضوع متشعب وانا عارف انه وقت البرنامج قصير، انما ان شاء الله احنا بنستكمله. احنا كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن التهاوي، والنهارده هي دي تاني حلقه والملف مفتوح، وان شاء الله باذن الله نستكمله، واي جديد حاجه تفيد مصر او من مصر للدول العربيه احنا هنا في العياده النباتيه لازم ننميها، ومش مجرد حلقه، لا ده احنا بنعمل الملف دايما بنعمله فولوينج اب او متابعه مستمره يعني. بنشكر حضرتك دكتور محمد دكتور. مره ثانيه شكرا، وان شاء الله باذن الله الساده المشاهدين نلقاكم في حلقه جديده من برنامجكم العياده النباتيه، وموضوع جديد او استمرار لملف قديم قد فتحناه سابقا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.